اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، جزء من الكونفدراليه وما حدث فيها انتقالا الى دور الابطال وما هو منتظر فيها الاخراج التلفزيوني بين المهنيه والازمه اللونيه. واحده من اكبر القضايا اللي فجرتها مباراه نهائي الكونفدراليه بين الزمالك ونهضه بركان مسؤوليه المخرج التلفزيوني. وتعرض الاخراج التلفزيوني المصري لحمله عنيفه جدا. الاشقاء في المغرب اتهموا المخرج المصري للمباراه انه تعمد اخفاء الصوره وعدم اعاده لقطه فيها فرصه لاحتساب او لاحتماليه احتساب ضربه جزاء لنهضه بركان في الوقت بدل الضايع. انيس الشعلان المدير الفني للفريق المغربي في المؤتمر الصحفي شاور على المخرج التلفزيوني ومدى مسؤوليته. الاتحاد الافريقي شاف ان اللي حصل ده كان غير امين. البي ان القناه الناقله للبطوله الاستوديو التحليلي بتاعها كان الاتهامات ايضا للاخراج التلفزيوني المصري، وتحول مخرج المباراه الى متهم يشار اليه انه تعمد اخفاء الحقيقه عن المشاهده باشمهندس، وتعمد عدم اعاده لقطه مختلف عليها. اثير جدل كبير حوالين هذه المساله. لكن كانت المشكله انه الاتحاد الافريقي مدعوما براي الشركه المتعاقده يرى انه المخرج المصري عامه او قدره الاخراج التلفزيوني المصري غير جديره بان هي تنقل نهائي دور الابطال، فيجيب مخرج اجنبي لنهائي دور الابطال بين الاهلي والترجي ومعاه اربع مساعدين، ويجي اوعى انت وهو على جنب، احنا اللي هنشتغل واحنا اللي هننقل. اعتقد إساءة كبيرة للإخراج التلفزيوني المصري. أنت كاتب إيه في العنوان؟ هذا الإخراج دلوقتي بين المهنية والأزمة اللونية. إن أنت عندك كود مهني المفروض بتلتزم بيه، أنت ناقل للصورة للجمهور. أنت بتحقق رغبة المشاهد وتجيب له على الأسئلة اللي هو عايزها من خلال الصورة اللي بتتعرض له. ملهاش علاقة بالأزمة اللونية إن المخرج ده بيشجع مين؟ بيشجع الزمالك او قاعد جنب منه مسؤول في البرامج الرياضيه؟ لا، شوف شغلك، عيد او ما تعيدش، انت مخرج، انت سيد العمل. فازاي يتقال كل ده ان المخرج حد قاعد جنبه قال له ما تعيدهاش؟ ازاي المخرج يسمع كلام حد؟ وازاي مسؤول اداري يتدخل في عمل المخرج؟ وازاي تكون المحصله النهائيه تاثرا بهذه الالوان يساء لقيمه التلفزيون المصري والمصور والمخرج المصري اللي علم العالم العربي كله اصول الاخراج والعمل التلفزيوني. عموما مش هنتكلم براينا فيها، خلينا نروح للراي المهني المحدد للاستاذ عبد الفتاح حسن رئيس قناه النيل للرياضه السابق، وايضا رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصه السابق والقيمه الاعلاميه الكبيره. استاذ عبد الفتاح، مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا بك استاذ ابراهيم، واهلا بالمهندس عدلي القيعي زميلي في قناه النيل للرياضه، كان بيقدم معانا برنامج الندوه الرياضيه في قناه النيل للرياضه. بحييكم جدا وبحيي كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه، وبقول ان شاء الله ان شاء الله موفقين يوم السبت القادم باذن الله في هذا النهائي والفوز بالكاس ال 12 ان شاء الله. ان شاء الله. وحشنا يا استاذ عبد الحميد. ويعني استاذ عبد الفتاح، افتح عبد الحميد وعبد الفتاح واحد يا عبد الحميد حسن ده بتاعنا يا عبد الفتاح. ايوه وحشنا جدا جدا والله. وده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ايه؟ ان احنا بقالنا سنين ما اتصلناش ببعض. ايوه ايوه فعلا فعلا فعلا. انت واحد من الناس نسيتني من بعد ما طلعت معاش، بقى انا بقالي خمس ست سنين معاش اهوت. والله يا اخي المعاش ده الحمد لله معاش اللي زعلك ابدا. يعني انت مؤكد في المطبخ من جوه، ومؤكد انه لا ينبغي ان يسمح للعواطف ان تستدرجنا في العمل العام، لان ده مش حقنا، ده حق الناس علينا. يعني انا موجود في الحته دي مش عشان امثل نفسي، ولكن لكي اعطي الجرعه او الجرعه الصادقه للمتلقي بشكل لائق. طيب احكي لنا انت ايه شايف المشهد؟ يعني وسببه أنا ايه؟ انا رايي في الموضوع ده يا باشمهندس عدلي الحقيقه
يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم. انا قعدت 14 سنه رئيس لجنه البطولات الرياضيه، وكان علشان تتم المباريات اللي بتقام في مصر من سواء كان دوري ابطال او الكاس، كان لازم يبقى في نموذج بيتم الاعتماد من اتحاد الاذاعه والتلفزيون عشان يتم نقل هذه المباريات من الاتحاد الافريقي، ويصرح لينا ان احنا ننقل المباريات ارضي ونديلهم الشاره. وكان هذا النموذج اسمه نموذج 5 من الاتحاد الافريقي، وكنت انا دايما بعتمد ودايما بامضي. هذا النموذج بيحدد عدد الكاميرات، اقل عدد كاميرات يكون موجود. مثلا كان بيتحدد ب 12 كاميرا تكون موجوده، مواقعهم فين في الملعب. تمام؟ ليه؟ للحفاظ على شكل الصوره، رغم ان طبعا كل المباريات اللي كانت بتجيلنا من افريقيا كانت بتذاع بكاميرتين وثلاثه، وكانت حاجه كوميديا يعني، ومع ذلك برضه كان بيشرف عليها الاتحاد الافريقي. لكن انا عايز اقول ان كان ده اللي بتحدد شكل الصوره اللي طالبها الاتحاد الافريقي. ايضا كان بيتحدد امتى هيطلع تطلع المباراه، امتى هتذيع الاعلان بتاع الاتحاد الافريقي، امتى هيبقى بالظبط يخلص الاعلان وتبقى سنتره المباراه امتى. كل ده بيبقى بتحدد في هذا النموذج. اذا الاتحاد الافريقي ملوش دعوه بالاخراج، ولكن ليه دعوه بالصوره، الصوره ازاي تطلع. اختيار بقى ان اللقطه دي تطلع ما تطلعش، انت عندي انا قاعد مخرج قاعد في المباراه، فعندي على الاقل 12 كاميرا، دلوقتي بقى 24 لان دخل فيها الفار. فاذا انا الاختيارات للمخرج، لكن الصوره للاتحاد الافريقي، وعايز شكل الصوره بالمنظر ده. طيب لو ان مخرج، انا عايز افهم بس الاتحاد الافريقي ان هو بيغير بيجيب مخرج، هل المخرج ده يعني هو بيدين المخرج المصري في انه منع او 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 تسبب في ان الحكم يحكم بطريقه معينه؟ ما اعتقدش. ليه بقى؟ لا لأن لأن دي مسؤوليه الفار. ما هو لو ان المخرج اعاد اي لقطه مئات المرات، تمام، ويؤكد على ان اللقطه دي مثلا ممكن تبقى ضرب الجزاء، مش هيحسبها الحكم لان الحكم ما جالوش اوردر من الفار. اذا الاتحاد الافريقي اهو اذا كان عايز يقول ان في مسؤوليه على في هذه المباراه ادانت اي حد، فيبقى بيدين الفار، والفار يعني تحكيم، والتحكيم يعني الاتحاد الافريقي. تمام؟ خليني اختصر لك السكه يا صاحب فتاح. الاتحاد الافريقي بيستجيب لشكوى الشركه الناقله اللي قناتها شافت انه المخرج المصري ما عادش اللقطه المختلف عليها. هو احنا بس انا عايز بس ايه عشان ما ناخدش الحوار في اتجاه ضربه الجزاء ولا مش ضربه جزاء. هو الغضبه حتى الزميل المغربي لما احتاج قال يجوز الاعاده تخليني اقول مش ضربه جزاء، اكتشف من زاويه ثانيه انها مش ضربه جزاء، لكن هذا كان حقنا ان نرى الحقيقه. هو الفكره كلها لقطه مهمه. هو ده يا باشمهندس، هو ده اللي انا عايز اقوله. أنا بس حق المواطن والمشاهد والمسؤول ايضا. بعد كده الفار هو المسؤول عن القرارات التحكيميه مش المخرج. هو اللي انا عايز اقوله ان المهنيه تحتم عليا انا كمخرج اني انقل بحياديه الصوره اللي موجوده عندي. انا عندي 24 صوره، اللقطه في الملعب بتوضح لي كل الجوانب. انا كمخرج اتحين الاوقات التي استطيع فيها اعاده اللقطه واعيدها من اكثر من زاويه. هنا اذا المخرج ما عملش دي فهو قصر، ولكن ما اثرش على نتيجه مباراه. يعني احنا سيبك من نتيجه المباراه، احنا بنتكلم على حق المشاهد في انه يشوف لقطه صح. المشاهد والمسؤول يا استاذ ابراهيم، انا مع حضرتك ان حق المشاهد ان ممكن يعني ممكن اسالك السؤال بطريقه ثانيه عشان ما نقعدش يعني. هل من حق المخرج انه يتغاضى عن لقطه جدليه من وجهه نظره لاي سبب من الاسباب؟ يعني لا، يعني لا. حالة واحدة بس. عندما يحدث هذا ألا يعطي الفرصة للاتحاد الإفريقي أن أصدي إدانة؟ خلي بالك اللي حصل ده مش كويس، ده بيتهم بعدم الحيدة في نقل اللقطات. ما هو يا باشمهندس مش في التأثير على المباراة. ده بالتأكيد أعطى الفرصة للاتحاد الإفريقي
بانه يدين الاخراج المصري في هذه عدم الاعاد. هو المفروض ان انا اعيدها من اكثر بس هو ده النقطه اللي بنتكلم فيها. هو المهنيه بتحتم عليا ده. حتى لو انا بشجع او انا بتغاضى عن لسبب واحد. طب انا خلينا بقى يا استاذ عبد الفتاح، لماذا لم يحدث هذا؟ لماذا لم تعد هذه اللقطه من وجهه نظرك يعني؟ يعني مش قادر اقول غير ان يعني ممكن يكون المخرج سهي علي او المخرج يعني سمعت الاستاذ ابراهيم دلوقتي بيقول ان حد ادى توجيه ما يمكن يكون ده السؤال الثاني. ده السؤال الثاني يا استاذ فتاح. هل هو المخرج سيد العمل في تقديرك كمسؤول يقبل ان انت شخصيا وانت رئيس قناه تقول له ما تعيدش؟ وانا رئيس قطاع لو قلت له ما يعيدش المفروض يعيد، المفروض يستجيب لمهنيته ملوش علاقه بيك انت. طبعا 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 المهنيه تطغى. المهنيه ده المفروض. ده المفروض. إذا حصل ده فدي دي 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 سابقه غريبه تبقى. طيب سابقه غريبه جدا. هل تستجيب؟ ما هو برضه اللي بيدي الاوردر اللي بيدي يقول له ما تعيدش تبقى قال كده فعلا، فيبقى هو برضه ما هوش فاهم. اصل في حد كتب كده يا استاذ ابراهيم. طيب هل لو الواقعه اللي حدثت اثارت كل هذا الجدل وكل هذا نالت كتير من التلفزيون المصري والاخراج المصري، الا يستحق ده تحقيق من الاطراف المسؤوله؟ طبعا 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 يستحق لسبب واحد. احنا مش عايز اقول احنا الرواد احنا فعلا الرواد طبعا. التلفزيون المصري هو الرائد في الوطن العربي. التلفزيون المصري على فكره المخرجين بتوعنا ساعدوا المخرجين الاجانب في بطولات عده سواء كان داخل مصر او خارج مصر او حتى في اسبانيا والبرتغال. هذا المخرج اللي بنتكلم عنه هو وساعد المخرج البرتغالي في مباراه في الدوري الاسباني والدوري البرتغالي. تمام. اذا الكفاءه موجوده، فاذا ده حصل فخطا. الخطأ أمال لما الكفاءة يتحقق فيه؟ الكفاءة موجودة ولابد الاعتراف. ولكن ماذا يعني؟ بقول ليه أنا أخطأت؟ يعني ليه إيه السبب في إني أخطأت بده؟ أنا ما عدتش ما أنا عيد اللقطة أكثر من مرة، خاصة إنها اللقطة إذا كان اللي بيدي الأوردر متخيل إن هذه اللقطة إذا أعيدت الحكم مثلا هيرجع في رأيه، والحكم مش شايف أصلا التلفزيون، رايح في الملعب. هو إخفاء إخفاء حاجة واحدة بس، اللي بيوقفوا الفار مش اللقطات اللي بتعدي التلفزيون للمشاهد. خاصة يا أستاذ عبد الفتاح ان احنا بنشوف ان المخرجين بيروحوا احيانا يجيبوا لقطات للعيبه وهي بتتنفس وهي مبوزه وهي يعني لما جابوهاش دي مش مسؤوليتهم وبيتدخل برايه فبيتدخل يعني انت تذكر مثلا يعني بتاعه وليد ازارو يعني راح لحد الخط الاحتياطي في واللعب متوقف. المخرج يستطيع ان ينتقي اللقطات المثيره للجدل طالما انها هتضيف الى حيويه العرض مع تاكيدنا انها غير مؤثره على قرار الفار ولا الحكم. طبعا طبعا طبعا، لكن انا عايز اقول ان فعلا الاخراج التلفزيوني المصري بخير، ان كان في خطا فلابد ان يبقى ما فيش حاجه. ما في هو في حاجه هو في عمل كامل في الدنيا. انا عشان بس الخير ده يكتمل يا استاذ فتاح، انا ملاحظ انه في البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره الميول والالوان بتتدخل وتؤثر. يعني المهندس عدلي دلوقتي اشار الى واقعه وليد ازارو في النهائي مع الترجي وكيف ان التركيز بتكثيف على لقطه معينه صدرت ازمه للاهلي في تونس ودفعت الاتحاد الافريقي للتدخل. اذكر مباراه للزمالك مع حسنيه اغادير في نهائي الكونفدراليه ايضا جنش بالكوره جوه الشبكه واللقطه لم تعد ابدا، والاخوه في المغرب اتهمونا وقتها انه المخرجه المصريه تعمدت عدم الاعاده. يعني وهكذا لو كان المخرج اهلاوي ربما ينظر اليه من اخرين برضو انه بيتعمد عدم اظهار لقطات معينه. خلي بالك يا استاذ، تدخل المخرج ده سؤالي، تدخل المخرج بانتماءاته الا يستوجب فرض اكواد اعلاميه معينه يلزم بها؟ هو موجود الكود الاعلامي موجود بس لا يطبق. الهوى الشخصي لكل مخرج ده موضوع تاني خالص. المفروض ان هو الهوى الشخصي بتاعه يحطه بره عربيه الاذاعه الخارجيه وهو داخل، علشان هو داخل ينقل المباراه لجميع المشاهدين بجميع الاطياف. وعلى فكره هذا الهوى زي ما قلنا مع وليد ازارو ما كانش في القاهره، اذا كان مخرج مش مصري لا كان في القاهره، كان في برج العرب، كان في النهائي مباراه القاهره.
لكن كان في ما احنا كان عندنا مثلا انضموا على ما اعتقد في في انضموا في كان في تونس في تونس وما اتعادتش برضه لقطه غير احنا الاعاده دي كانت من يعني بعد كده ما احنا هي ظاهره لما جبنا اللقطه عدناها. لكن عايز اقول ان الهوى نحن نتحدث عن ظاهره تحدث هنا تحدث هناك تحدث في اي مكان، ما هياش خاصة لا الحاجات اللي بنذكرها دي زار والرام والكلام ده ما كانش فيه فار وقتها. دلوقتي الفار هو المتحكم في قرار في الفار المتحكم في قرار الحكم. انا عايز اقول ان الاعاده هي حق للمشاهد. ايوه هو انت صدقك مع وكمان نفسك. بتبطل فرص الاحتجاج اللي ربما ما يكونلهاش سبب، يعني اللقطه دي لو عيدت من زاويه معينه كانت تحسن الجدل لصالح الزمالك مش ضده مثلا. يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي، الاحتجاج يبقى على التحكيم وعلى الفار، لكن الاحتجاج ما يبقاش على مخرج مواجه الاحتجاج على انه لان ما ادانيش الصوره اللي انا كنت عايز اشوفها انا كمتلقي كمشاهد، تمام؟ لكن هاي الكواليتي بتاع الصوره او الكادر لابد محدده الاتحاد الافريقي، ده موجود. لكن ان انا ما عدتش اللقطه اكثر من مره للمشاهد هو ده الخطا. ده مش اكثر من مره دي ولا مره. ما هو هوايا الشخصي ان يعمل ده، لا ده يستاهل ان يبقى في تحدي. واذا زي ما حضرتك قلت يا استاذ ابراهيم، اذا في حد وجه فتبقى الطامه كبرى. وانا بس مش عايزين باستمرار بتوجه قصدك ايه؟ يعني قصدك ان الحكم ما ياخدش باله؟ طب الحكم مش واخد باله اصلا من اللقطه دي، ملوش دعوه، لكن المشاهد هو اللي واخد باله من دي. اذا المهنيه تحتم علي ان انقل بكل امانه اللي موجود سواء كان يتفق معايا شخصيا او لا يتفق معايا. يعني انا مثلا كنت بقدم البرنامج استاد النيل، هل حد كان يعرف ان كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ عمري ما صرحت بده ولا اوحيت للي قدامي ليه؟ بس انا طول عمري عارف الحمد لله. المهم إن انا عايز اقول انا دلوقتي بقول على فكره بكتب على الفيس ان انا اهلاوي، يعني خلاص انا بقول لك احنا سافرنا كتير مع بعض يعني فانا عارف بقالي 5 6 سنين خلاص فانتهت المساله يعني. لكن انا عايز اقول ان الهوى الشخصي لازم تخرجه بره صحيح وتعمل حياد، لان المتلقي حقه عليك انك تدي انت قاعد عشان تعمل ايه؟ عشان تديله اللقطه اللي هو عايزها، عشان تديله الامانه اللي موجوده في الملعب. ان تحجب حاجه اعتقد ده يعني هو خطا، وترتب عليه ان شكل بقى الادانه شكلها بقى ايه؟ ان تاثير على نتيجه المباراه صحيح. ودي مصيبه، لان فعلا ما فيش اي تاثير للنقل التلفزيوني على المباراه ولا على نتيجه المباراه. اذا في تاثير، اذا انتم متخيلين ان في حاجه فانت كلم الفار، لان الفار عنده كل اللقطات على فكره كل الزوايا. انا يعني اعتقد يعني استخدام مخرج اجنبي لمباراه تقام في مصر اللي التلفزيون بتاعها كان يوصف بانه التلفزيون العربي مش التلفزيون المصري، فانا اعتقد دي نقله سلبيه جدا تستوجب ضروره التحقيق فيما حدث. استاذ عبد الفتاح حسن بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا عبد الفتاح وخلينا على تواصل. استمتعنا بمداخلتك. الله يبارك فيك. شكرا يا استاذ ابراهيم وشكرا باشمهندس عدلي، وان شاء الله نلتقي على خير، ونقول الف مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله بال 12 باذن الله. شكرا جزيلا للاعلام الكبير عبد الفتاح.